تأثير على قوات أي من الجيشين، فجه في الفاصل ما بين الجيشين وعبروا بجزء من القوات، وكان المخطط أن يتم إصدار إيقاف النيران بمجرد نجاحهم في إيجاد موطئ القدم ده زي ما بيقولوا في منطقة الدبرزوار. استطاع بقى الجيش انه الاسرائيلي مش قادر يعمل هجمات مضادة ناجحة انه يوصل الى خط المية، ففضل يركز على جزء واحد بس اللي هو منطقة الدبرزوار بالطيران وبالمدفعيات وبالدبابات، لدرجة ان هم حتى قالوا ايامها لقائد الوحدة اللي كانت بتهاجم من هذا الاتجاه واللي هو كان شارون يعني، وقالت له خلاص اسحب قواتك من الجيب ده بدل ما تتجبد خسائر، وعمال يتجبد خسائر لان مدفعيات الجيش الثاني والثالث نقلت نيرانها، والطيران كمان بقى يضرب في على منطقه الدبرزوار، لان هو كان متشبث انه لازم يدخل. وفعلا دخل بمجموعه صغيره الاول من الدبابات انتشرت في داخل المنطقه. كان لمصر جيش في سيناء. عندما فكر الاسرائيليون فتح ثغره بين الجيش وتكوين رأس جسر فوق القناة وعزل الجيش المصري الثالث. وحاول ان هو يطلع ببقية الوحدات بتاعته في اتجاه الإسماعيلية، ما قدرش، ووقفت القوات على جنوب ترعة الإسماعيلية وصدته عن اتجاه الإسماعيلية لأنها كانت الأقرب، فما كانش قدامه إلا أنه يتجه للجنوب، فاتجه للجنوب بعد ما طلب دعم لقواته. فضل الدبابات تعبر له وحاول يدخل الجنوب. الجنوب ده منطقة ما بين دبرزوار والسويس، منطقة جبلية، فهو بدأ يتسلل من داخل المنطقة الجبلية بوحدات فرعية كده لغاية لما دخل على السويس، ودخل عليها من ثلاث اتجاهات. لما حاول ينزل جنوبا وحاول يخش السويس، ايه اللي حصل؟ ايضا تم تدميرها ولم تنجح في دخول السويس، واصبحت القوات اللي هي موجودة بقى على الضفة الغربية للقناة في مساحة شريحة محدودة ذات عمق محدود جدا. عطينا خطة بقى لسد الثغرة من الضفة الشرقية، لواءين اثنين، لواء مدرع من الجنوب ولواء مدرع من الشمال، ويتقابلوا مع بعض في الثغر لان هي حوالي 7 كيلو اللي موجود. ما امكنش للطيران بتاعه سادة المنطقه بقى اللي موجود، وقوات من الضفه الغربيه علشان تحصر دول اتحصرت شويه، وقعدنا القتال عادي، ما فيش حاجه، ما فيش تقدم، لان القوه اللي عبرت ما تقدرش تعمل حاجه كبيره. كان خطتنا للسارة كانت تجزئتها إلى أجزاء ثم تدمير كل جزء على حدة، بحيث إن احنا لو قفلنا كمان العشرة كيلو اللي هما كانوا دخلوا منها تبقى يعني انتهى، ده كان هيقع في إيدينا كلهم، ما لهمش أي حاجة تانية. والطيران هو عارفين قوة طيراننا كانت إيه، دبابات عارفين قتالنا للدبابات شكله إيه إلى آخره. كانت القيادة المصرية أمام اختيارين، إما إبادة هذه القوات أو تدخل أطراف أخرى للحيلولة دون استمرار العمليات، وكانت القيادة المصرية جاهزة لكل الاحتمالات. كانت القوات الجوية هي المرشحة الأولى للقضاء على هذه الثغرة وإبادة القوات الإسرائيلية الموجودة فيها. ده احنا ضربنا اسرائيل في الثغره دي كل يوم بضربه جويه. انا كنت موجود في بصد هجمه جويه في المنصوره، وبلغت عن عمليه الثغره دي، فرجعت واتفقت انا والقائد القوات على ان احنا هنعمل ضربات جويه على الجماعه اللي عبروا دول بشكل شديد جدا. وانا في كان عندي كتاب بتاع من واحد من الصحفيين العالميين اللي كانوا موجودين في الثغره دي، فقال كلمه مهمه قوي، الضرب المدفعيه شيء تعودنا عليه، لكن ضرب الطيران بتركيز كان شيئا مرعبا. We'll be right back.
وهم تكبدوا خسائر كبيره في الثغره، يمكن مش عايز اقول انها قد تصل الى حجم الخسائر اللي تكبدوها في المعارك الاخرى، ولكن هم اعترفوا انها تكبدوا خسائر كبيره جدا في منطقه الثغره، واطلقوا عليها وادي الموت او المصيده، لان كانت قواتنا بقى نجحت في حصار كل هذه القوات، تم محاصرتها، وكان هناك تخطيط للهجوم وتدمير هذه القوات على اجزاء، حتى ان الولايات المتحده الامريكيه عندما علمت بذلك، الحقيقه يمكن قدم كيسنجر الى القاهره وقابل الرئيس السادات رحمه الله عليه. كيسنجر لما قابل ست السادات في اسوان لقاه منفض من عنده مؤتمر قاده الافرع الرئيسيه كلهم، قائد القوات الجويه وغيره وغيره وقاده الجيوش والمناطق، قال له وحضرتك هو في حاجه؟ قال له هو احنا ان شاء الله في الثغره دي هيتم تصفيت، دي كانت هتبقى فيها مصيبه فادحه بالنسبه لاسرائيل، لان فيها قوات هم بيعتزوا بيها. كان رد كيسنجر الاتي، قال له فندم طلباتك؟ قال له الانسحاب، قال له الانسحاب الفوري، الانسحاب الفوري البديل تصفيه الثغره، واعمل جولاتك المكوكيه، رحلاتك المكوكيه، واعمل على تنفيذ الانسحاب، والا هيتم التصفيه دي. قال له يا فندم بس احنا وجهه نظر الرئيس الامريكي بتقول ان احنا كتير علينا قوي اما السلاح الامريكي يهزم امام السلاح الروسي، دي اول حاجه. الحاجة الثانية احنا عاوزين نقول لحضرتك ان احنا عاوزين نعمل دي اخر حرب في المنطقة ويسود السلام. قال له اذا كنت عاوز تعمل كده عليك بالتنبيه عليهم بسرعة الانسحاب. فده اللي تم، لان كانت القوات المدرعة دي بما فيها ومن فيها رهينة في ايد الجيش المصري، والخطة كانت معمولة على اساس الاطباق عليها والقضاء عليها عندنا، كانش حد هيلحقه. الرئيس السادات في غرفة العمليات رفض اعتماد خطة تصفية الثغرة لأسباب سياسية، والعسكريين كان عليهم انهم يستوعبوا الأوامر. ليه؟ علشان زي ما بقولت وزي ما دايما بنقول، الحرب وسيلة لتحقيق هدف، هدفنا تحرير الأرض، إذا قدرنا نوصل له يبقى. وقلنا الامريكان كانوا رايهم ان ما لم نحفظ لاسرائيل ما وجهها شكلا ونعمل كده وكذا، مش هيبقى من السهل التواصل الى اتفاقيه سلام تعطي مصر كل حقوقها في الارض وفي سيناء، وده اللي حصل. لم يكن هناك على الجانب الإسرائيلي من المسؤولين الكبار من قال لنا نود أن نهزم المصريين أو أن نتقدم إلى القاهرة أبدا، فإسرائيل عانت وتكبدت خسائر كبيرة عسكريا وفي الأرواح. يقول الرئيس الراحل أنور السادات في كتابه البحث عن الذات، يقول بعد عودتي في ليلة 21 أكتوبر 73 كتبت للرئيس الأسد شريكي في القرار برقية أخبره فيها أنني قررت الموافقة على وقف إطلاق النار، وسجلت في البرقية موقفي وأنني لا أخاف من مواجهة إسرائيل، لكنني أرفض مواجهة أمريكا، ولن أسمح أن تدمر القوات المسلحة المصرية مرة أخرى، وإنني مستعد أن أحاسب أمام شعبي في مصر وأمام الأمة العربية عن هذا القرار. ويمضي السادات قائلا اتخذت القرار بوقف إطلاق النار، فقد كان لي 10 أيام أحارب فيها أمريكا وحدي، وكان العالم يعتقد أن الاتحاد السوفيتي يقف إلى جانبنا وأنه أرسل جسر جوي لنجدتنا، لكن الموقف كان غير ذلك، فأمريكا وإسرائيل في مواجهتي والاتحاد السوفيتي في يده الخنجر يضعه خلف ظهري ليطعني في لحظة.
هكذا لخص الرئيس الراحل أنور السادات أسباب ومبررات قبوله لوقف إطلاق النار. من الرئيس السادات إلى الرئيس حافظ الأسد 28 أكتوبر 73. أخي الرئيس حافظ الأسد، تحياتي. اتفقت أمريكا معنا على زيارة يقوم بها كيسنجر لمصر يوم 6 نوفمبر، وسنعلن يوم 31 من أكتوبر في البلدين بيانا بهذا الشأن. أريدك أن تعرف أنني سأستمع، وأن أي مباحثات سأتناولها لن تكون للجبهة المصرية فقط، وإنما لجبهتنا السورية والمصرية تحت المبدأين اللذين بدأنا عليهما معركتنا، وهما لا تفريط في ولا مساومة على حقوق شعب فلسطين. وكما اتفقنا دائما، فإن أي شيء يخص سوريا سيكون مرجعه لكم، وسأعلم كيسنجر بذلك، وأرجو ألا يذاع عن هذه الزيارة شيء قبل صدور البيانات الرسمية. وثيقة رقم 101، صورة برقية من الرئيس السادات للرئيس الأسد. السادات في جلسة معاه قال بعد تقدير موقف كده سياسي، قال لي أنا ما أقدرش أحارب أمريكا. يا سيادة الرئيس، أنا بعتقد إنه ده أحسن قرار، لأن احنا كيف نحارب أمريكا؟ عملية مش موجودة، وإنما كانت العملية العسكرية لها هدف معين، وتحقق هذا الهدف وهو العبور، وأثبتنا أن احنا ضربنا القوات الإسرائيلية، وهذا درس يكفي للعالم ويكفي إسرائيل هتستوعبه فيما بعد. واصلت إسرائيل تقدمها، وهنا طلب السادات من الاتحاد السوفيتي التدخل لوقف إطلاق النار. كان لدينا هدفان، أحدهما هو تجنب الهزيمة الساحقة لإسرائيل، ثانيا أن تنتهي هذه الحرب بطريقة تحفز حقا على إجراء المفاوضات. بعد عبور الإسرائيليين ب24 ساعة، استلمنا برقية من بريجنيف يدعوني فيها إلى موسكو. شعرنا جميعا بأن زيارة كيسنجر ستساعد على تخفيف التوتر في الصراع. قمت أنا وهنري كيسنجر بالذهاب إلى موسكو للقاء السيد بريجنيف والسيد جروميكو. كان غرضنا هو الوصول إلى وقف لإطلاق النار. فكرنا بأن الذهاب إلى موسكو سيعطي الإسرائيليين وقت إضافي إذا لم يحدث شيء قبل وصولي. كنت في الطائرة عندما أرسل نيكسون برقية إلى بريجنيف يخبره بأنني مخول تماما بالتصرف، لكن بصراحة أردت إطالة الوقت. لم يجبرنا أحد على إيقاف التقدم، وقال كيسنجر بأن على العرب تقديم شيء أيضا مثل الاعتراف بحق إسرائيل في البقاء. أخبرت بريجنيف بأنني سأنقل بدقة كل ما قاله إلى واشنطن، ولكني في حاجة لبعض الوقت لأستطلع رأي الرئيس. رد قائلا كلا، فلديه برقية منه يخولني فيها كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار، ولم يعجبني ذلك. لم يكن في مقدور كيسنجر تأخير الأمر أكثر من ذلك، فوافق على شروط وقت